الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله شرف محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات، ورفع منزلته ووعده بالمقام المحمود، وكان مما شرفه الله به أنه أسرى به من البيت الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقد كان نائماً في جوف الليل في بيت أم هانئ، فأيقظه جبريل ورفع سقف البيت، فلم يخرجه من بابه، وإنما خرج من السقف، وذهب به إلى المسجد الحرام، فإذا دابة هي البراق، قد ربطه جبريل عند باب بني جمح، وهو باب من أبواب المسجد الحرام. فلما أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم شمس أي نفر، فوضع جبريل يده على ظهره فقال: أسكن، فما ركبك خير منه. فاستكان البراق حتى مس بطنه الأرض، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاده جبريل، فقطع تلك المسافة الطويلة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في وقت وجيز، وذلك إيذان باقتراب المسافة بينهما، وأن ما زوى الله من الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم ستملكه أمته، فقد ولاه الله على الناس على المؤمنين كافة، وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه التولية تشمل مقدسات المسلمين، فإنها قد ولى الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ملكا لهذه الأمة إلى قيام الساعة. فجمع الله له في تلك الليلة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهما أول المساجد بناءً على وجه الأرض، وبينهما 40 سنة. فأول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بني بعده المسجد الحرام المسجد الأقصى 40 سنة، وكان في طريقه المرور على المدينة، لكن لم يذكر نزوله فيها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها، ويحدث أن مهاجره إلى الأرض ذات الإحرين، وأنها بين لابتين وبها النخيل، فعرف بذلك المدينة. فلما جاء إلى المسجد الأقصى وجد أنبياء الله جميعاً قد حشروا له هنالك، فتقدمهم فصلى بهم إيذاناً بأنه هو إمام المرسلين وخاتمهم، شرفه الله عليهم أجمعين، وكلهم يجب عليهم نصره لو بعث وهم أحياء، وقد أخذ الله عليهم العهد بذلك، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن
به ولتنصرنه؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد شرفه الله باستقبال هذا الوفد العظيم الذين هم أحب الخلق إلى الله وأصفاهم له وأخشاهم له، وهم أنبياء الله جميعا من لدن آدم إلى نهايتهم. استقبلوه في المسجد الأقصى فصلى بهم إماما، ولم تفرض الصلاة إذ ذاك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وكان ذلك من التحنث الذي أدركه من ملة إبراهيم عليه السلام، ومما علمه إسرافيل، فقد وكل إليه تعليمه 3 سنين، وهي السنين التي فتر فيها الوحي بين نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين نزول سورة المزمل. وبعد ذلك نصب له المعراج إلى السماء، وقد ربط جبريل الدابة بباب هنالك بحلقة في المسجد الأقصى، وقد عرف ذلك الباب إلى الآن بباب البراق، واليهود اليوم يسمونه جدار المبكى، وذلك تحريف منهم للتاريخ، فكل أهل القدس وكل التواريخ تنص على أن ذلك الباب هو باب البراق، وهو المكان الذي ربط جبريل فيه البراق. فلما عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنالك إيذانا بأن ذلك المكان أقرب مكان في الأرض إلى السماء، وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلما وصل إلى باب السماء الدنيا على مسافتها وبعدها استأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فوجد رصدا من الذين كانوا يصلون وراءه في المسجد الأقصى، رفعهم الله قبله ليرحبوا به في السماوات 7، فوجد في السماء الدنيا أباه آدم عليه السلام، فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فرأى آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، قال: فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه. والنسم اسم جنس واحدته نسمة. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر إليهم ضحك لكثرة أهل السعادة من بنيه. وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. ثم صعد به إلى السماء الثانية، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. وأهل السماء قد علموا به من قبل، ولكنهم أرادوا أن ينوه به جبريل حتى يرحبوا به بذكر اسمه في السماوات العلى كلها، فهم يعلمون أن جبريل هو الذي يطرق الباب وأن الذي معه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذلك تنويها بمكانته ومنزلته حتى يرحب به في السماوات 7. فرحب به أهل السماء الثانية وفتح له الباب، فدخل فإذا ابن الخالتين وهما يحيى وعيسى عليهما السلام يستقبلانه هنالك، فرحبا به وقالا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، فرحب به فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فوصف بالصلاح في كل سماء 2 بشهادة الأنبياء السابقين. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا إدريس عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فاستأذن جبريل، فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا هارون بن عمران عليه السلام، فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فاستأذن جبريل،
فقيل فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السادسة فإذا موسى بن عمران عليه السلام كأنه من رجال شنوءة فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السابعة فإذا فيها البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه وإذا إبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا أشبه الناس به صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فكان من وصية إبراهيم عليه السلام أن قال له بلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتسبيح والتهليل. فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من عند السماء السابعة من عند البيت المعمور حتى بلغ سدرة المنتهى وإذا هي سدرة عجيبة ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجرة وإذا هي تغشاها ألوان مختلفة. قال فسألت جبريل ما هذه الألوان؟ فقال هي من أمر الله. ثم قال له جبريل هذا مقامي لا أتعداه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف القلم ثم أوحى الله إليه وفرض عليه الصلوات الخمس فرضها عليه 50 صلاة في ذلك الوقت وبين له أجرها ومثوبتها وهو العطاء الذي قدم الله على هذه الصلوات. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى عليه السلام وهو في السماء السادسة فسأله ما فرض عليك من الصلاة؟ قال فرضت علي 50 صلاة. فقال إن أمتك لا يستطيعون ذلك فقد خبرت بني إسرائيل وكانوا أطول أعماراً وأقوى أجساماً فلم يطيقوا ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الله أن يخفف عنه فخففها عنه فلم يزل يتردد بين موسى وربه فيضع الله عنه 50 أو 10 حتى قال له هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فلما أتى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال قد استحييت من ربي. فبين الله له أن الأجر كما هو على 50 لم ينقص منه شيء وأن العدد قد نقص تخفيفا ولطفا ورأفة ورحمة بهذه الأمة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى البراق عند المسجد الأقصى فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد به جبريل فمر بعير قريش بين المدينة ومكة قد نزلوا منزلا عرسوا فيه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا عند رأس أحدهم فشرب منه ورد عليه غطاءه فأصبح بمكة فحدثهم عن هذه الرحلة العجيبة التي فيها من العجائب أولا أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا النبي الأمي تشريفا لم يشرف به أحدا من خلقه لا نبيا مقربا من الأنبياء ولا ملكا مقربا من الملائكة الكرام فإن جبريل قال هذا مقامي لا أتعداه وقد رفع الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. وفيها من الدروس والعبر كذلك أن الله أعطاه المسجدين فجمع له بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى وما بينهما فيدخل في ذلك المسجد النبوي ثالث المسجدين. وكذلك فيها من التشريف أن الله جعل الأنبياء جميعا من أتباعه فهم يقتدون به ويصلون وراءه ومنها أن الله عجل له هذا الرصد من الأنبياء ليرحبوا به وهم 8 من قيرة أنبياء الله استقبلوه في السماوات 7 العلى مرحبين به. وجيء بيحيى تأنيساً لعيسى فإن عيسى رفعه الله إلى السماء وجعله هنالك حياً حياة تليق به حتى ينزل مجدداً لملة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم والبينة من ربه هي القرآن
ويتلوه أن يتبعه شاهد منه وهو عيسى مصدق له وهو منه أي من أمته وأتباعه، لا يحكم بالشرع الذي أنزل إليه ولا بالإنجيل، ولكن الله يعلمه القرآن كما علمه التوراة والإنجيل، وقد وعد الله أمه مريم بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران في بشارته لمريم عليه السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويعلمه الكتاب أي القرآن فهذا اسمه في القرآن، ويعلمه الكتاب والحكمة أي السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحكمة في القرآن كما قال الله تعالى لأزواج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة السنة. فلذلك قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وليس المقصود بالكتاب كما يزعم بعض أهل التفسير الكتب السابقة، لأنه ذكرها فقد قال: والتوراة والإنجيل، والعطف يقتضي المغايرة. فلذلك دلت هذه الآية على أن الله سيعلم عيسى القرآن والسنة كما علمه التوراة والإنجيل، فيأتي حكما عدلا، وكسره للصليب ومنعه لأخذ الجزية وقتله للخنزير ليس تشريعا جديدا، وإنما أنزل ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر به، فنحن ندرسه اليوم مما ندرس مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه من الأحكام المؤقتة التي أقتها الله بوقت محدد كتوقيت معرفة أوقات الصلاة في أيام المسيح الدجال وغير ذلك مما لم يأتي بعد مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يأتي عيسى بأي شريعة جديدة، وإنما يأتي شارحاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة مطبقاً لكل ذلك. وفيها كذلك من العبر أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، ولذلك كان رسولها خير الرسل وإمامهم، واقتدوا به جميعاً راضين بإمامته غير معترضين على ذلك. ومنها كذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن المؤمنين بمكة في صدر الإسلام، ومن أشق الامتحانات وأعظمها الإيمان بالغيب، فأنتم الآن تؤمنون بأن هذه القصة حق وأنها قد وقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله بها في كتابه، وهذا هو الإيمان بالغيب الذي شرفكم الله به على المنافقين والكافرين، فهو من صفات المؤمنين المختصة بهم لا ينالها من سواهم. أما الإيمان بالشهادة فيمكن أن يشارك فيه المنافقون ويمكن أن يشارك فيه بعض الكفار كذلك، لكن الإيمان بالغيب امتحان شاق، ولذلك ارتد بعض من أسلم بمكة عندما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة استغرابا لها واستنكارا لها، كما تسمعون اليوم بعض المفتونين ينكرون بعض ما ثبت في السنة الثابتة التي لا يطعن فيها إلا منافق، وهم يطعنون في بعض السنن لأن عقولهم لم تستوعبها ولم تدركها. فأسمع أحدهم في هذه الأيام ينكر الصراط الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، وقد ذكره الله في كتابه في قوله: فاستبقوا الصراط. ولكن أكثر المواضع في القرآن ذكر فيها الصراط المعنوي لا الصراط الحقيقي، كما ذكر في الفاتحة وغيرها، فالمقصود حينئذ الصراط المعنوي وهو هذا المنهاج. أما الصراط الحقيقي فلم يذكر إلا في هذه الآية فاستبقوا الصراط، لكنه ذكر في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنكر للصراط إنما يعتمد على أن الله ذكر أن لجهنم أبواباً كأبواب الجنة، والأبواب لم يفكر هذا السقيم العقلي أنها يمكن أن تكون فوقها، أن تكون من أعلاها، فلم يخبرنا الله أن تلك الأبواب في جوانب جهنم، وإنما ذكر أثبت أن لها أبواباً، وهذه الأبواب هي من الأمور الأخروية التي نؤمن بها ولا نبحث عن كيفياتها، فهي كذلك مثل أبواب الجنة الواسعة
التي خلل ما بين المصراعين منها كما بين أذرح وصنعاء، فكل ذلك يدلنا على أن الامتحان بالغيب أمر شاق يتساقط به الناس. وقد قال الله في قصة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم، فإن الله امتحن بها المؤمنين أيضا، فكفر الطائفة فقالوا: كيف ينبت الشجر في النار المحرقة؟ وذلك امتحان لعقولهم وامتحان لإيمانهم، فإن المؤمن الحق هو الذي يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء استوعبه عقله وأدركه أو لم يستوعبه ولم يدركه. ومن عجائب هذه القصة أن الله عندما أراد أن يمتحن الناس أراد أن يأتي مصدق عاجل من شأن الدنيا يراه الناس فلا يكذبوه، وهو مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على العير، وقد مر في طرفة عين بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولكن الله أراد أن يكون بعض تصديقه من عالم الشهادة علنا قريبا للناس. فنحن معاشر المؤمنين نصدقه ولو لم نر شيئا من هذه الأمور الدنيوية، ونعلم أن كل ما أخبر به سيكون في الآخرة، لكن قريشا أراد الله أن يريهم تصديقا له في الدنيا، فإنه لما أتى وأخبرهم بهذا الأمر استنكروه وكذبوه، فقال عقلاؤهم: إنه لم يأتي المسجد الأقصى قط، فاسألوه عن كيفيته وقد أتيتموه ورأيتموه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في الليل وصلى فيه بالأنبياء، لكن جبريل رفعه له وهو يراه، فيصف لهم أبوابه وهيئته وعدد سواريه وعدد ما فيه من البناء، فصدقوه بذلك ولم يستطيعوا تكذيبه. ثم حدثهم عن العير، وأراه جبريل العير وهي قادمة إلى مكة، فقال: تقدم عليكم بعد قليل يقدمها جمل آل فلان، فكان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تصديقا من العيان لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من عالم الغيب، وهم يرون ذلك في عالم الشهادة. ومن المهم أن يدرك الإنسان أن ما يراه البشر من عالم الغيب إنما هو مجرد تثبيت للمؤمنين، فإن الله يثبت قلوب عباده المؤمنين. فإبراهيم عليه السلام قال: لما سأله كيف يحيي الموتى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله كيف يحيي الموتى عندما أمره أن يأخذ مجموعة من الطير فيقطعها فيرميها على قمم الجبال ثم يدعوها، فدعاها إبراهيم فقامت تلك الطير وجاءت كما هي في حياتها، فكان ذلك مما رآه إبراهيم من ملكوت السماوات والأرض، وقد تعهد الله له بذلك، فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك ما رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات بعد إيمانهم، فقد رأوا كثيرا من المعجزات التي هي من عالم الغيب في الأصل، كتحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأشياء يرونها واقعا، وفي حديث حذيفة أنه خطب فيهم فقام فخطب عند زوال الشمس بعد أن صلى الظهر، فلم يزل يخطب إلى أن نزل إلى صلاة العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم رجع إلى المنبر فخطب حتى غربت الشمس فنزل فصلى المغرب، ثم خطب حتى غرب الشفق فصلى العشاء، فحدثهم ما بين صلاة الظهر وصلاة العشاء بما بينهم وبين قيام الساعة، وهم يشاهدون تلك الأحداث، وكان كثير منهم نسيها، لكن إذا حدثت تذكروها ورأوها. ولهذا فإنما نراه نحن اليوم من الأمور التي حدث بها وما يحصل للمؤمنين من الفتن والقتل وتحريق الجثث وغير ذلك كما تشاهدون في مصر وغيرها، كله تصديق لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كما صح عنه الصحيح: إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده يحرفها، أي القتل. فهذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاهدتموه، فأنتم تقولون ما قال المؤمنون الأولون، صدق الله ورسوله. فلذلك
قد قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المواعظ والعبر كذلك في قصة الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الصلاة من بين الفرائض، فكانت الفرائض تنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في تشريعها، أما الصلاة فرفع هو إليها حتى فرضت عليه فوق السماوات السبع العلى تشريفاً لها ورفعاً لمكانتها ومنزلتها، فهي صلة بين العبد وربه. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة فتقدم ليصلي بالناس قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. فهذه الصلاة مناجاة بين العبد وربه، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهي ناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي مقوية لعرى الإيمان مجددة لها، وهي مانعة للإنسان كذلك من أن يخلق الإيمان في قلبه، فالذي يحافظ عليها ويحفظها يحفظ ما سواها. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن حفظ دينه وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فلذلك لا بد أن إذا ذكرنا الإسراء والمعراج أن ننوه بشأن الصلاة، وأن نهتم بها اهتماما زائدا كما ميزها الله عن سائر التكاليف الأخرى، فكذلك ينبغي أن نميزها نحن في أعمالنا وأولوياتنا، وأن تكون أهم اهتماماتنا وأولى ما نشتغل به. وإن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بالتخفيف، فالأمم السابقة كانت تكاليفها كبيرة وكان أجرها أقل من أجور هذه الأمة، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا عجيبا، فقال: مثلكم في من قبلكم مثل رجل دعا عمالا فاشتغلوا من الفجر إلى زوال الشمس على قيراط قيراط، فأدى إليهم حقهم، ثم دعا عمالا فاشتغلوا من زوال الشمس إلى العصر على قيراط قيراط فأدى إليهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فاشتغلوا من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين، فقالت اليهود والنصارى: أعطيت هؤلاء أكثر مما أعطيتنا، وقد عملوا أقل مما عملنا، فقال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله ميز هذه الأمة بأن جعل تكليفها أخف من تكليف الأمم السابقة، وجعل أجرها أعظم من أجور الأمم السابقة. فلذلك كان فساق هذه الأمة الذين يظهرون الفسق والمعصية خيراً من أحبار اليهود والنصارى الذين لازموا العبادة طيلة أوقاتهم ودرسوا العلم كله، فأي فاسق من فساق هذه الأمة من المتأخرين هو خير من أحبار اليهود والنصارى السابقين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن صلاة واحدة من صلواتنا إذا قبلها الله كانت ثقيلة في الميزان أثقل من أعمار أولئك السابقين، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنويه بهذا اليوم وهذه الأمة أنه قال: نحن السابقون الآخرون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلفوا فيه، هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا اليوم هو يوم الجمعة، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وقد شرف الله هذه الأمة بما بيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بقوله: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى تنقضي الصلاة
وفي حديث عبد الله بن سلام الذي رواه عنه أبو هريرة في الموطأ وغيره أنها آخر صلاة من يوم الجمعة، وذلك يدل على أن هذه الساعة متنقلة في أيام الجمعة، قد يصادفها الإنسان في هذا الوقت وقد يصادفها في آخر النهار، وعلى المؤمن أن يلتمسها ليكون من مجاب الدعاء فيها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من مجاب الدعاء، وأن يحقق لي ولكم كل رجاء، وأن يصرف عني وعنكم كل بلاء، وأن يقضي لي ولكم كل حوجاء، وأن يشفيني وإياكم من كل داء. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إنما تقرؤونه في القرآن وتذكرونه في السنة من التنويه بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يؤكد عليكم أن تنصروه وأن تعتنوا باتباعه والاقتداء به والائتساء به، وإنكم ممتحنون به صلى الله عليه وسلم، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهو نجح في الامتحان، فإن الله قال له: فتول عنهم فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأنتم لابد أن تحرصوا على النجاح في هذا الامتحان، فنجاحكم فيه بنصركم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤازرتكم لأتباعه والقائمين بدعوته وأمره، فإن ذلك من العهد الذي أخذه الله على الأنبياء جميعاً، ومن البشارة التي شرط الله بها الدخول في رحمته لموسى بن عمران، فإن موسى لما أخذت أصحابه الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فانصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوموا بدعوته وحقه، واعلموا أنكم وافدون عليه واردون على حوضه، وبأي وجه يلقاه من لم ينصره، وبالأخص في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتنة وكثر فيها ترك الناس للسنة، فانصروا رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم فهو يستحق ذلك. وقد ناداكم الله نداء كريما فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكة قدسه، وذلَّذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والمقتدين به إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، واسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منهم المسلمين. اللهم عليك بالطغاة الفجرة الذين يقتلون عبادك المؤمنين الضعفة. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك طغاة العرب يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج المسلمين بهلاكهم. اللهم أدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في رضغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه سريع عقوبتك وعاجل أخذك يا قوي يا عزيز. اللهم نصرك الذي وعدت المؤمنين الموحدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم انصر هذه الأمة واجعلها في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجمع على الحق قلوبها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واكفهم شر أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم يا كريم. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمرنا على صراطك البرق الخاطف، وارزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أحلل علينا في هذا المسجد الآن رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ومرافقينا، ومن أحسن إلينا، ومن أوصانا على الدعاء، ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم اغفر لمشايخنا ومشايخهم إلى رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.
اللهم إن هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فاقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً سعةً وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصةً وعن سائر بلاد المسلمين عامةً يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم والطه بنا فيما جرت المقادير به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.